السلام عليكم. اليوم كنا في الدورة العادية ديال أكتوبر اللي كانوا فيها نقاط جدول الأعمال اللي هو القانون الداخلي والتكوين اللجان والميزانية. الحمد لله دازت في واحد الظروف جد ممتازة، كان واحد النقاش، كان حوار مع الجميع، كان تصويت بالإجماع الحمد لله. وين يدل هذا الشيء على شيء فإنما يدل على أن المستوى ديال الغرفة الفلاحية وصل واحد المستوى ديال النضج وبأن الجميع جاي للعمل. الحمد لله الليجان داروا، الميزانية داز، كل شيء داز، كان واحد النقاش، كان واحد التواصل مع جميع المدراء الجهويين، كل واحد في اختصاصه، كانوا الأطر المدراء المصالح الخارجية، كان واحد النقاش وكان طرح الإشكالات الكبيرة اللي كاينة في المنطقة، وكانوا بعض الأجوبة والبعض إن شاء الله رجيناه للمستقبل في انتظار يتحلوا حلول. وأهم إشكال عندنا هو الماء، نطلب ربي يرحمنا. كنشكركم كصحفيين لأنك تواكبونا وكتوصلوا الصوت ديال الفلاح بصفة عامة والصوت ديال المستشارين ديال أعضاء ديال الغرفة، كنشكركم جزيل الشكر. بالنسبة للميزانية، الشق المتعلق بتحديد وإصلاح المقرات الإقليمية، هذا كان ضروري في إطار التواصل وتعزيز المكانة ديال الأقاليم بهذوك الملحقات اللي كاينين، لأن ضروري ان ملي كتهضر مثلا على طاطا كاين واحد البعد جغرافي كبير، ما يمكنش واحد يجي يدير اجتماع هنايا على ساعه ولا ساعتين، وكاين ممكن اننا نتواصلوا عن بعد. لهذا قررنا في المقرات البعيده اننا نجهزوها بكل ما هو تقنيات جديده اللي هي التواصل عن بعد والاصلاح ديال المقرات والتجهيز ديالها ويكون الفضاء. الغلاف المالي كاين عندنا واحد 600 ألف درهم ما كافياش، ولكن احنا غادي نبداو ان شاء الله في انتظار السنوات الجايه نكملوا هذا المشروع. وشكرا. صالح ادريس، عضو الغرفه الفلاحيه لجهاز مسا. اليوم تتنعقد الدوره العاديه الثانيه للمجلس العام للغرفه الفلاحيه لجهاز مسا، يعني وتضم هذه الدوره واحد العدد ديال المجموعه ديال النقاط المدرجه في جدول الاعمال، اهمها النقطه الاولى يعني المناقشه والمصادقه على القانون الداخلي، وكذلك المناقشة والمصادقة على مشروع الميزانية برسم 2000 ما تبقى في سنة 2021، وتم كذلك العرض ديال المدير المكتب الجهوي الاستثمار الفلاحي حول استراتيجية الجيل الأخضر، وكذلك المختلفات في النقطة الأخيرة ديال المختلفات تم التطرق جميع أعضاء التطرق إلى جميع المشاكل التي يعيشها القطاع الفلاحي والإكراهات ديال القطاع الفلاحي، خصوصا هذه السنة أهمها إشكال الماء اللي كما تعلمون في هذه السنة كانت واحد التأخر شوية ديال التساقطات المطرية اللي انعكس سلبا على الموسم الفلاحي الجديد. الحمد لله تمت الدورة بنجاح، كان واحد الإجماع لجميع الأعضاء، يعني واحد المصادقة بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال. كذلك كان واحد الروح ديال يعني ديال العمل والروح ديال يعني ديال الأخوة وديال التعاون وديال الإرادة ديال الجميع، باش إن شاء الله تكون الغرفة نموذج يحتذى به في جميع الجهات، وتكون هي الرائدة إن شاء الله في المجال الفلاحي وفي مجال الاستشارة الفلاحية، اللي كما تعلمون في الجهات هي الرائدة وطنيا، وهي الاولى على الصعيد الوطني من حيث الانتاج والتصدير جميع المنتجات الفلاحيه. كذلك تتميز الجهه ديالنا ديال الجهاز المسا بتنوع سلاسل الانتاج كما جاء في العرض ديال الاستراتيجيه ديال الجيل الاخضر. فهذا المشروع هذا مهم وتطرق جميع سلاسل الانتاج سواء النباتيه والحيوانيه، يعني الحمد لله داز الامور بسلام. نتمنى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله لجميع اعضاء الغرفه الفلاحيه، وشكرا. ناديه الفاطمي، عضوه بالغرفه الفلاحيه اللي جات سوس مسا. اليوم الحمد لله تم بالاجماع المصادقه على القانون الداخلي للغرفه جات سوس مسا، تكونوا اللجان حتى كذلك كانت في جو عائلي وجو كله مصداقيه، يعني اللجان في واحد هذا. دزنا الميزانيه كذلك تصادق عليها بالاجماع، وكان تدخل ديال السيد المدير الجهوي اللي كان تدخل ديال العرض ديالو اللي هو قيم جدا، يعني لقينا بعض خصوصا فيما يتعلق بالجيل الاخضر اللي هو ان شاء الله غيعطي دفعه بالنشاط ديال الغرفه والنشاط ديال الفلاحين الصغار خصوصا، وحنا كفلاحات صغيرات ونحالات كذلك ربما هذا المخطط ديال المغرب الاخضر غادي يكون ليه واحد العائد على هاد النساء القرويات المشتغلات
الخبرات في القطاع تربية النحل. هي فلاحة اللي يمكن تكون فعلا مواكبة للعصر، مواكبة لما هو اللي غادي فيه العالم. يعني كل شيء هنا في العصرنا كل شيء بتنظيمي، وفعلا الأولوية اللي تعطى لها الجيل الأخضر فيما يخص الماء، تحلية الماء ديال البحار، هذا غيعطي دفعة خصوصا بالنسبة للفلاحين الصغار.